Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. مرحبا بكم كاملين في قناة فرنسي أبي كسميلا مع درس مع فيديو جديد اليوم. ماشي درس وإنما هاد لا فيديو غادي نطرقوا ليها الأشياء أخرى. أول حاجة قبل ما نبدأ بغيت نقول لكم بأن اليوم غادي نتكلم باللغة العربية باش الكل يفهم هاد لا فيديو. وقبل بغيت نقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير مسبقا. دونك نبداو. اليوم سأتكلم باللغة العربية كي يفهم الجميع هذا الفيديو. في هذا الفيديو سأتحدث أو سأقدم لكم بعض النصائح التي ستفيدكم في تنظيم الوقت سواء في الدراسة أو في حياتكم اليومية ستفيدكم. فلنبدأ بهذه النصائح. لقد أرسل نصائح هنا في الهاتف كي أتكلم عن كل النقاط على حدة ولن أنسى أي نقطة. فأول نصيحة، أولا تخفيف العبء عن الدماغ أو على الدماغ. فنحن في جميع الأحيان أو في جميع الأماكن فقد نعتمد على عقولنا وعلى دماغنا لتذكر الواجبات أو الأشياء التي يجب علينا إنجازها. فمن الأحسن أن نخفف العبء على الدماغ، لأننا نحن كبشر يمكن أن ننسى الواجبات ولا يمكن للعقل أن يتذكرها جميعا. فلذا من الأحسن كي لا ننسى أي شيء يجب علينا أن نأخذ مذكرة كهذه مثلا. فأنا مثلا أخذ مذكرة في كل مكان سواء في الدراسة في الفصل أو في أماكن أخرى، فأنا أخذ معي دائما هذه المذكرة أو مذكرة صغيرة كي أكتب فيها جميع الواجبات التي يجب علي إنجازها كي لا أنسى أي شيء. فهناك أيضا بعض الناس يستعملون الهواتف لتذكر واجباتهم، فهناك مواقع سأنصحكم بها لتذكر الواجبات. فمن الأحسن استعمال المذكرة أو الدفتر من الأحسن، فأنا أحب الدفتر أكثر من الهاتف. هذه هي النصيحة الأولى، يجب عليكم تخفيف العبء على الدماغ كي لا تنسوا أي شيء. فلنذهب إلى النصيحة الثانية. النصيحة الثانية هي أنه يجب علينا في إنجاز مثلا بعض التمارين أو بعض الدروس التي يجب عليها الحفظ أو القراءة أو إنجاز تمرين، فيجب علينا أن نعطي هذا تركيزا كاملا، لأن هذا يحتاج تركيزا كاملا. فيجب أن نعمل هذا التمرين أو هذا النص أو القراءة وحدها، لا يجب أن نخلط معها أي شيء آخر. فمن النصيحة أنه إذا أشياء جديدة، معلومات جديدة ومفيدة. اليوم إن شاء الله نتكلم على أشياء جديدة، نقدر نقول أنها نصائح، نقدر ننصحكم أو لنفيدكم أنا بتجربتي أنا. دونك اليوم غادي نتحدثوا على كيفاش نقدروا نقراو اكبر عدد من الكتب، وشنو هما الكتب اللي خاصنا نقراوهم، ونصائح المبتدئين لاول مره باغي يقرا الكتب او اللي يلاه مبتدئ كيقرا في الكتب، يعني خاصو يعرف الانواع ديال الكتب اللي يختار وكيفاش يختارهم. وانا غادي نعطيكم بعض الانواع اللي تقدر تناسبكم وغادي نقترح لكم بعض الكتب. دونك بقاو معايا في لا فيديو. دونك في زامي اول حاجه غادي نبداو بنصائح للمبتدئين لقراءه الكتب. دونك انا كتبت لكم نصائح هنا او لا درتهم هنا في هذا التليفون، وغادي نقرا لكم النصائح 3 ديال دي كونسي وغادي نشرحهم لكم. دونك اول نصيحه هي اختار نوع الكتب التي تحبها، اي انك غادي تختار نوع ديال الكتب اللي كترتاح فيه اللي كتبغيه، مثلا مثل كتب دينيه او خياليه او تاريخيه، يعني خاص تختار واحد الكتاب او الروايه اللي كترتاح فيها، يعني اش المجال كترتاح فيه، واش المجال الديني او للخيالي او للاجتماعي او للانسان، يعني كاين بزاف ديال المجالات اللي تقدروا تختاروا منهم الكتب. حيت الا اختاريتوا النوع اللي كتبغيو او النوع اللي كترتاحوا فيه غادي يكون عندكم اكثر رغبه والاشتياق باش تكملوا هذاك الكتاب او ديك الروايه، يعني لان اذا بدات بكتاب تحبه يكون عندك الرغبه والتشويق لتكميله. حيت الا كنتي واحد قريتي في واحد الكتاب اللي كتبغيه او المجال اللي كتبغيه بديتي فيه، بيان سور غادي يكون عندك واحد الرغبه او التشويق باش تكمل الكتاب كامل. هذه هي النصيحه الاولى، يعني خاصكم تختاروا المجال اللي كترتاحوا فيه او الكتب والروايات اللي كترتاحوا فيها. والنصيحه الثانيه هي اختار عدد صفحات قليل، يعني تختار واحد الكتاب اللي يعني يلاه المبتدئين، بالنسبه للمبتدئين خاصك تختار واحد الكتاب اللي يكون او الروايه اللي تكون عدد الصفحات ديالها قليله باش ما يجيكش الملل، باش ما تملش من الكتاب، يعني يكون ممتع.
وعلى يعني قد جهدك يعني تختار واحد الكتاب اللي يعني تقدر تكمله في وقت قصير باش تقرا كتاب اخر يعني باردون دونك يعني خاصك تختار واحد الكتاب اللي يكون على قد جهدك او يعني ترتاح فيه وانت كتقرا ما يجيكش ممل، وحتى لو كان الكتاب كبير يكون ممتع، يعني حتى لو كان الكتاب كبير وفي عدد صفحات كبيرة او لا كثيرة خاص يكون الكتاب ممتع وغير ممل. وما تبداوش بكتب معقدة وصعبة الفهم، يعني خاصكم تبداو بكتب اللي قليلة او لا تقدروا تفهموها نتوما تقدروا تستوعبوها. بالنسبة للمبتدئين خاص تختاروا كتاب على حسب المستوى ديالكم اللي تقدروا تفهموه نتوما، يعني ما تبداوش بكتب كبيرة وصعبة ومعقدة، لا يعني بداو بغير بكتب يعني على قد الجهد ديالكم اللي تقدروا تفهموها. دونك هذه هي النصيحة الثانية، يعني اختيار كتاب اللي تقدر تفهموه ما يكونش معقد وصعب الفهم، وحاولوا كاين كتب اللي في الاخر ديال في النهايه يكونوا فيه مصطلحات او لا يعني شي كلمات اللي ما فهمتيهمش، مصطلحات ومفاهيم يعني شي كلمات في الكتاب او في الروايه يعني ما مفهوميش في الاخر ديال الكتاب كيكون فيه المفاهيم ديالهم، يعني حاولوا تختاروا هذا النوع من الكتب. ودابا نمشيو للنصيحه الثالثه. النصيحه الثالثه هي لو اردتم ان تقراوا كتاب اول شيء ابحثوا عنه، يعني مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي بروايات و احتاج قلبا دونك شي 10 تقريبا، دونك هما هادو كاين 6 يعني ماشي دينيه فيهم مواضيع مختلفه بحال الخيال والمغامرات وبحال هادشي، وكاينين 3 ديال دينيه. المهم انا كما قلت لكم غادي نكتب لكم في لا ديسكريبسيون باردون في صندوق الوصف غادي نخلي لكم الاسماء ديال هاد الروايات او الكتب اللي قلت لكم. كنتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم. ميزامي اسمحوا لي اضطريت نبدل التليفون حيت داك التليفون الاخر طفام من لاشارج. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. انا عطيتكم بعض النصائح باش تقراو الكتب، وشاركت معكم الكتب اللي قريتهم انا او اللي باغي نقراهم، حيت كاين مازال شي كتب اللي ما قدرتش نقراهم مازال، ما كانش عندي الوقت الكافي داكشي علاش يلا باغي نقراهم. ودونك كانت هذه هي لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوش ديروا لايك واشتراك وكومونتير محفز الى عجبتكم لا فيديو، كنتمناها تكون عجبتكم واستفدتوا منها، وانتظروني فيديو جديد. الى اللقاء. إذا كنتي انت من الناس اللي كتنسى بزاف ديال الحوايج اللي مهمه في حياتك، مثلا في الدراسه ديالك خاصه في الدراسه، وما بغيتيش تبقى تنسى حيت كيكونوا حوايج مهمين وانت كتنساهم، دونك اليوم هاد لا فيديو ديالك انت ولا انت ان شاء الله ابارتي من هاد لا فيديو ما غاديش تبقى تنسى بزاف ديال الحوايج. دونك اليوم غادي نعطيكم 8 ديال الاسرار، 8 ديال الاسرار اللي غادي يخليكم ما تبقاوش تنساو بزاف ديال الحوايج وتولي الذكاء ديالكم قويه. دونك بقاو معايا في لا فيديو. Salut tout le monde mes amis, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم 8 ديال الاسرار لذاكره قويه خلال الحفظ تستعيب الحفظ لمده طويله واكبر. والان النصيحه السابعه وهي القراءه بصوت عال، لان بهذه الطريقه سترى وستسمع الشيء الذي تقراه وتحفظه. فعندما تشترك أكثر من حاسة خلال الدراسة ستكون طريقة أسهل للتذكر. والآن ننتقل إلى المعلومة السابعة وهي القراءة بصوت عال، لأن هذه الطريقة فعلا ستساعدكم كثيرا. فعندما نشترك بين حاستين في القراءة، مثلا حاسة البصر وحاسة السمع، فتسهل في التذكر والحفظ. وأخيرا ختامها مسكن مع الأدعية، فتذكروا أن أي شيء تريدون فعله فيجب عليكم التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله وحيدا هو القادر على أن يساعدكم في التذكر والحفظ.
كما قلت لكم أصدقائي، أي شيء تريدونه فالله هو الوحيد الذي يستجيبه لكم. فلا تنسوا ذكر الله والأدعية في أي شيء تريدون فعله، سواء في الحفاظ أو التذكر، في الحفظ أو التذكر أو أي شيء آخر. دونك ميزامي، كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم اللي هي عطيتكم 8 ديال الأسرار أو 8 ديال النصائح اللي غادي تساعدكم على الحفظ والتذكر وعدم النسيان وذاكرة قوية خلال الدراسة أو أثناء الدراسة. وإلى عجبتكم لا فيديو ما تنساش ديروا لي لايك، واللي أول مرة كيشوفني ما تنساش دير صابوني أو لا سبسكرايب وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد على القناة. نظامي إلا بغيتو دي كونسي ولا نصائح على أي حاجة على أي موضوع ما تنسوش تكتبوا لي في لي كومنتير، وأنا غادي نحاول ندير لكم فيديو على داك الموضوع اللي بغيتو. انتظروني فيديو جديد، إلى اللقاء.